يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعمل مع بعض فطاير عصاج، يعني رح نعملهم على المقلايه على الغاز. انا عندي هون 4 كاسات طحين من هذا الكوب، انا اخترت هذا الكوب، جبت 4 كاسات طحين. وعندي هون زيت نباتي تقريبا ربع الكوب، عندي معلقه ملح صغيره ومعلقه اكل تبع الاكل سكر، عندي جبنة، أي جبنة أنت بتحبي تختاري. أنا اليوم جايبة هاي جبنة شيدر، أو فيكي تستخدمي الموزاريلا أو أي جبنة عندك بتفضليها ممكن تصير. وعندي هون زيتون، أنا جايبة الزيتون هذا اللي بيكون محشي، استخدمه اليوم هذا رح أرجيك إياه. هذا الزيتون اللي بتكون هيك فيه، قطعته قطع صغيرة وحطيته بهالشكل هذا. هاي هي كل المكونات تبع اليوم، وطبعا المي اللي بدنا نعجن فيها. هلا رح نعمل العجينه بالبدايه، شايفين عجينتنا ما فيها خميره لانه احنا رح نعملها على الصاج. رح نحط الملح والسكر، خلطهم شوي. طبعا انا الحشوه عم بحكي انه فيكي انت تحشيها شو ما بدك، هاي الفطاير لحمه بصير، حتى زيت وزعتر ممكن تحشيها شو ما بدك، فيكي تحشيها. وما حنخمرها نحنا يعني كتير، بس رح ريحها شي 5 دقايق بس لما بعد ما نساويها. هلا بنضيف المي، طبعا انا هون جايبه مي دافيه، كمان يعني حتى لو انت بدك تشتغليها وما فيها خميره يفضل تستخدمي مي دافيه. وبصير بنزل عليها على الطحين شوي شوي المي لحتى تشكل عندي العجينه. دائما انا باكد كمان على العجين انه لازم يعني العجينه تضلك تعجنيها 10 دقائق، لحتى لو شفتيها تلزقت بايدك، وكثير قالوا لي عم بتلزق، بتضلي تعجنيها رح تلاقيها لحالها بطلت تلزق بايدك. هلا انا رح خلص عجنها وارجيكم قوامها كيف رح يكون للعجينه. هلا انا عندي العجينه، شايفين كيف صار قوامها، صارت جاهزه بهالشكل هذا. هلا انا رح روح حط مقلايه على النار لحتى نبلش نشتغل بالفطاير، لانه انا رح اعملهم يعني افتحها للعجينه واحشيها وحطها مباشره على النار. انا اخذت قطعه، شايفين هي العجينه كتير طريه وسهله، رح اخذ قطعه هلا افتحها قدامك قد ما بدك انت بتكبريها. ممكن تحطي زيت وتفتحيها بايدك بهالشكل هذا، او تفتحيها بالشوبك كمان بصير، مثل ما بترتاحي انت اشتغلي. هلا انا رح افتحها شوي هيك بالزيت وبالشوبك، لا تساويها سميكه كتير لانه نحن رح نعملها طبقتين وبعدين نحن رح نحطها على الصاج، يعني ما حتكون لازم سميكه حتى ما تضل طعم العجين فيها. بديها باي شكل بتلاقي مناسب، يعني على شكل قرص هالشكل انا رح ساويها. انا رح احشيها زيتون وجبنة مع بعض، او فيك تحطي الجبنة لحال والزيتون لحال كمان بصير. رح اعمل انا هلأ وحدة ارجيكم كيف شكلها. حاولي الحواف كمان تضغطي عليهم لحتى يكونوا رقاق، لانه بدنا نرجع نطويها نحنا، ما حبنا اياها تكون سميكة. هالشكل هذا انا هلأ بجهز المقلاية مثل ما قلت لك، باخد شوي من الجبن، شو ما بدك انت بتحشيها كمان بتطلع طيبة وعلى ذوقك. حط كمية من الجبنة والزيتون اللي انا مجهزته وفارمته. هلا باخدها بطويها بهالشكل هذا، الحواف حاولي تضغطي عليهم لحتى يكونوا كتير رقاق، يعني ما بدي اياهم يكون سماك بهالشكل هذا. هلا بحملها هيك مباشرة، ليش انا قلت لك بدي يكون المقلاية حامية، بحملها مباشرة بهالشكل هذا وبحطها على المقلاية. هلا رح اخذهم على المقلاية وبارجيكم كيف رح اشتغل مع بعض. انا جهزت المقلاية، باخذها بحطها بهالشكل بالمقلاية وبقلبها لحتى تستوي من الجهتين. هلا بارجيكي، بس لقيتي الحواف شوي حمروا، طبعا انت بتقدري تقلبيها اكثر من مره، يعني شوفيها بس مسكت شوي مع بعضها بنقلبها. هلا انا رح اقلبها لارجيكي كيف شايفه، هي لسه ما احمرت بس انا بقلبها هلا شوي
بتاخذ شكل هلا يعني بتاخذ وجه من كمان من تحت، برجع بقلبها على هالوجه لحتى امرها منيح. هي بدها تاخذ وقتها يعني، اعطيها وقت لحتى تستوي منيح. وكمان لا تكون النار كتير حاميه، يعني خلي النار تحتها وسط، ما تكون واطيه كتير ولا قويه، النار وسط تحتها، وعلى مهلها رح تلاقيها صارت محلاها. هلا بعد ما صارت بهالشكل هذا انا رح ارفعها، وهلا بخلصهم كلهم وبارجيكم اياهم شكله النهائي كيف رح يكون. هذا شكلهم النهائي للفطاير بعد ما انتهيت منهم. رح ارجيكي وحده، طبعا هلا هي بعد سخنه هي لحتى تشوفيها كيف. هذا الزيتون والجبنه، شايفين كيف طالعين. بتمنى يكون عجبكم طبق اليوم. اهلا وسهلا فيكم، لا تنسوا تتابعوني على قناتي مطبخنا السوري.